وبآخر فقراتنا ليلى لازم يكون في معنا مواهب وإنجازات وإبداعات كمان، وبننتقل لرياضة الكيك بوكسينج المواي تاي من أكثر الفنون القتالية الشعبية بالعالم، وبحيث بتجمع هي الرياضتين بين القوة البدنية والمهارات التقنية العالية، وكل واحدة منهم بتتميز أكيد بتاريخها الغني وتقنياتها الفريدة، وهالشي كمان بيخلي الأبطال والمنافسين يحتاروا بين الاختيارات إنه منهم أكثر رياضة مثالية لإلهم. تماما يا عفاف، وضمن محطتنا رح نتعرف أكثر على هدول الرياضتين مع الكابتن الرياضي إياد الراعي رئيس لجنة المدربين العليا في رياضتي الكيك بوكسينج المواي تاي، ونسلط الضوء على الإنجازات الجديدة وكيفية تطوير المهارات والتغلب على التحديات. وأيضا بدنا نرحب بالطفل إياد الراعي اللي حقق بطولة العرب في الكيك بوكسينج والمواي تاي وكذلك بطولة الجمهورية 4 مرات. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كوتش، اهلا وسهلا فيك، وصباح الخير يا اياد. كيفك اليوم؟ انت اليوم بطل الجمهوريه ل4 مرات، شايفين اليوم هيك ميداليات وشهادات كثير، هلا رح نتعرف عليهم ورح نعرضهم على الكاميرا، بس اول شيء كوتش بدنا نسالك، اليوم هدول الرياضتين الكيك بوكسينج المواي تاي، اليوم شو هي اهم الميزات فيهم؟ ليش بتخلي كثير من الابطال يحتاروا او يختاروا هي الرياضه؟ هلا رياضه الكيك بوكسينج والمواي تاي صار رياضه شعبيه، تمام، وهي تجمع بين عده رياضات، هيك الكل عم يرغب لها والكل عم يتوجه باتجاه رياضه مثلا الكيك بوكسينج مواي تاي، اللي هي بتدمج بين اللكم والركل، هي الكيك بوكسينج الى عده ستايلات. فرياضه اغلبيه الرياضات بتكون لكم لحالها، الرياضه الثانيه مثلا التايكوندو ركل لحالها، فهي رياضتنا حلوه تدمج بين اللكم والركل، وهي عدة ستايلات بمسموحة فيها الضرب تحت الحزام والضرب فوق الحزام حسب الستايلات. عندنا 7 ستايلات للرياضة الكيك بوكس. الرياضة كمان عندنا المواي تاي اللي هي كمان أشمل بالرياضة، بتضم استعداد أكبر من الرياضات، اللي هي المواي تاي هي الملاكمة التايلاندية اللي هي تعتمد على أسلحة 9: اللكم والركل والكوع والركبة والكلينش اللي هي عملية المسك. هي التقنيات اللي عم تميزهم اليوم، فهي اللي عم تميز الرياضة هي عن بقية الرياضات، إنه أشمل بالحالات دفاع عن النفس، الحالات المهارات القتالية فيها أوسع مجال التحكيم تبعها، هي مسموح فري فيها أكثر، بقية الألعاب جزء مقتصر على بعض النقاط، بعض الحركات المسموحة والممنوعة، بينما الرياضة تبعنا الكيك بوكسينج مواي تاي هي شاملة مفتوحة لكل الحركات وكل الألعاب، مسموح فيها الضرب تحت الحزام، تحت الركبة، على الفخذ، على الصدر، على الرأس، طبعاً في ضمن أطر معين، ضمن واقيات رسمية مشان تحمي اللاعب، يعني لاعبنا بيلبس واقية من الرأس للقفاز للجلافز لواقية المقتل للقصبات لواقية الصدر، فهو محمي كامل، لأنه نحن نلعب على مستوى الهواة هون ضمن مجالنا بسوريا. لهيك الرياضة عم تلاقي شعبية رائجة جدا وعندنا أقبال هائل فيها. نحن خلال الفترة الماضية صرنا 2-3 سنين عم نشتغل فيها، عم نكلف فيها بطولاتها وعم نلاقي إقبال كثير لهي البطولات. يعني السنة هي عملنا 3 بطولات جمهورية، من بطولة مركزية، بطولتين أندية، بيوتات رياضية، كان فيها إقبال كتير كبير، وكانت البطولات على كافة الفئات العمرية من عمر 4 سنين لعمر 40 سنة. نحن كل 2-3 سنين معتبرها فئة عمرية، مقسم عنا فئة البراعم مثل البطل إياد، هنون 5 سنين 6 سنين، الأكبر منهم فئة الأشبال، الأكبر منهم فئة الناشئين، الأكبر منهم فئة الشباب، الأكبر منهم فئة الرجال. والسنة هي أقمنا أول بطولة هي بطولة الماستر فوق ال40 سنة، فتحنا لهم إياها لأنه بعد ال40 سنة حتى الرياضيين ما بيحقوا لهم يلعبوا. ما شاء الله، وكان في مشاركين. كان في مشاركين الحمد لله، عملك ملاقي إقبال كثير حلو لهي الرياضة، لأنه عملك المستوى الحركات فيها مسموحة، فعم ياخذ اللاعب حريته أكثر بالقتال وبالحركات وبأداء التكنيك، فبتلاقيها إقبال كثير رائج جدا جدا. تمام، اليوم اذا بدنا نحكي عن تحسين اللياقه البدنيه، معناتها هي الرياضه بتساعد كثير بتحسين اللياقه البدنيه، لهيك ممكن شريحه كبيره وكل الفئات العمريه انه يستخدموا او يلعبوا هي الرياضه. طبعا طبعا، هلا هي رياضتنا نحن اهم شيء فيها هي العامل الاساسي هي اللياقه البدنيه، فبنعتمد دائما بالتدريب على اللياقه البدنيه وتنميه القدرات العضليه والذهنيه.
وهي طبيعة الحركات فيها أنك تحركي إيد ورجل وركبة وكوع، فأنت عم تحركي كل أعضاء الجسم، فعم تزداد فيك موضوع الحركة عم يزداد عند الشخص أو عند اللاعب خلينا نقول، فبيمتاز فيها أنه عنده صار لياقة أعلى. ونحن كثير بنركز على موضوع يركز على اللياقة البدنية للاعب، فنحن قبل ما نمارس الحركات القتالية فيها فبنشتغل على اللياقة البدنية من ناحية العضلات الإيدين والرجلين المعدة الحواصل، بنقويهم مضبوط ليوصل اللاعب لمستوى حلو من الأداء الفني ليصير جاهز لللكم والركل ويستخدم كل أعضاء جسمه ويزداد قدراته الحسية والحركية مع بعض. أكيد كوتش، قبل ما نتوسع بالاستراتيجيات المتبعة اليوم بالكيك بوكسينج والمواي تاي بدنا ننتقل عند البطل إياد اللي عم نشوف صوره كمان من خلال الشاشة ومشاركاته ونجاحه بهي البطولة الجمهورية الأربع مرات، صح؟ خلينا نحكي إياد هيك، حكي لنا عن هذا النجاح، عن هذا الإنجاز، هدول الميداليات أنت أخذتهم. هاي بطولة الجمهورية وهاي بطولة لبنان وهاي كمان بلبنان. خلينا نحملهم إياد، أعطيني لقلك، يلا نحملهم ونعرضهم سوا تماماً، ارفعهم هيك على الكاميرا واحكي عنهم يلا كل واحدة. هاي بطولة الجمهورية، هاي بطولة لبنان، حلو، وهاي كمان بلبنان، هاي أخذتها بالجمهورية وهي كمان بلبنان، هاي كمان بلبنان، وهي من بطولة معرب. بطولة معرب، احكي لنا عن هذا النجاح، هيك كيف نجحت، كيف انجزت، شو حسيت، احكي لي. مين دعمك، مين شجعك؟ بابا وماما. حلو، كنت مبسوط بهذا النجاح؟ كان بدك انت انه انت تكون بطل ولا خلاص انت بتحب الكيك بوكسينج وقلت لا ما مهم صير بطل انا بدي؟ انا كان بدي. شو كان بدك؟ اكبر وصير مثلا مثل بابا دائما ان شاء الله. هو البطل اياد خلق عنه وردي بالنادي، اخواته بيلعبوا بالنادي وامه كوتش كمان بتدرب، فهو بلش مسيرة حياته بالنادي، يقعد يدحبي بالنادي، يقعد يتفرج بالنادي على التمارين كلها، فأخذ 50% من التمارين. بأي عمر بلش بهي الرياضة؟ والله هو عم لك خلق يعني لما تخلق نحن عم ناخده بالنادي ونجيبه بالنادي، بس بلش تدريب فعليا يعني تقريبا 3 سنين بلش تدريب فعليا. يعني نحن اليوم ما فينا نقول انه الاهل عم يجبروا ابنهم لحتى يصير مثلهم، واضح انه الجينات الجينات اخذه لعبه دوره كثير منيح وهو حابب يكون بطل. بالبطولات بنفذ حركات نحن لسه ما اعطينا اياها. اكيد الطفل دائما عنده طاقات اكثر. طبعا من خلال النظر على الحصص التدريبيه اللي بندربها نحن كل الفئات العمريه، كل فئه عمريه لها مستوى تدريبي خاص. صحيح. فهو بيشوف التدريبات وبيروح بيطبق لحاله. ومتفاجئ فيه ضمن البطولات بنفذ حركات ما أنا أخذها أستر حد الله، لأنه مثل ما قلت أنت الجينات عم تزداد عنده وراثياً وعم ينفذ أوتوماتيكياً الحركات كلها. طيب خلينا نحكي هو شارك كذلك اليوم ببطولة العرب كأس أندية العرب بلبنان. عم تأشرنا على شهادة، خلينا نشوفها. خلينا نعرضها كمان. الشهادات لبطولة العرب هو أستر في شهادات بس عم تاركهم بالنادي. بطولة الجمهورية كمان مشارك فيها إياد. أي خلينا نعرضها كوتش. هي تمام، هاي شو؟ هاي تبع بطولة كأس أندية العرب بلبنان وقيمة السنة هاي الشهر السادس. شارك فيها البطل إياد بأربع ستايلات. ستايلات يعني تعتمد على موضوع طرق التحكيم. شارك بستايل اللوكيك وشارك بستايل الفول واللايت، جاب ذهب ثلاث ذهبيات جاب، وعمل بطولة شبه احتراف شارك فيها وكان مميز كثير فيها، كمان جاب فيها ذهب. طيب هذا الإنجاز كوتش، يعني قدي أخذ تعب بصراحة، تعب وجهد، وممكن هلأ إياد بالمدرسة أنت؟ صف أول. ممكن هالشي يكون لها عن دراسته أو شال، ممكن خفف موضوع الدراسة عنده، قدي صار في تعب لحتى أنجزته كل هالشي؟ هلأ صار في تعب، هو ما قصر، هو تمرين بشكل دائم، كان يوميا يتمرن صف يوميا، في تعب عنده بشكل دائم للطفل، بس موضوع تأثير على الدراسة لا، لانه لما بيلعب الطفل بالنادي بتزداد قدراته الذهنيه تماما والحسيه والحركيه، فبيصير سريع البديهه، فهذا الحكي بيفيده بموضوع الدراسه.
تمام. فصار بالدراسة أي كلمة تتحط قدامه من سرعة بديهته ده يحفظها تماما. الرياضة بشكل عام وبتعطي طاقة يعني لو مميز ضمن الصف تبعه مميز ما شاء الله هو بيكتب هاللحظة بيكتب وبيقرأ وبيحكي معك وبيقتل الكل كمان وحافظ بالتايلندي كمان مو بس بالإنجليزي بالتايلندي وبالإنجليزي حافظ حركات في أغلب الكبار محافظينها اي وبيشتغل مع احلام ما شاء الله. تقتل رفقاتك يا اياد ولا لا؟ بيقتلهم بدافع عن حاله طبعا بس دفاع عن نفس بس اوكي. خلينا نحكي اكثر عن الاستراتيجيات الحديثه في بهدول الرياضتين. هلا نحن اتبعنا كثير استراتيجيات حديثه ضمن الرياضه هي. نحن خلال الحقبه الماضيه صار في شويه تراجع بمستوى الرياضي عندنا بضمن سوريا. فنحن اعتمدنا استراتيجيه كثير حلوه انه نقوي حالنا داخليا. لأنه خارجيا صعب شوي صار موضوع السفر ومكلف وكذا. فنحن برياضتنا تعتمد دائما على الاحتكاك. فبقدر ما اللاعب يكون عنده سكورات أو احتكاك عالي بقدر ما يكون مميز. ونحن صدقا كمستوى الدول المجاورة نحن ما نب مستوى صار هنا أعلى منا. نحن مرينا بظروف حرب خلال السنوات الماضية أثرت علينا كثير. فاتبعنا استراتيجية نحن أن نقوي حالنا داخليا. فاعتمدنا على الاحتكاك الداخلي. صرنا نكثف موضوع البطولات. كنا سابقا نعمل بطولة بالسنة. هلأ عم نعمل 3 بطولات و4 بطولات داخلية. بتخلي هذا الموضوع يزيد من قوة اللاعب. لأنه كثرة الاحتكاكات الداخلية بزيد مستوى اللاعب تبعنا. فصار لعبنا السكور تبعه يعني عدد المباريات تبعه صار أكبر. يعني هلأ خلال هالسنتين الماضيين أقل لاعب عندنا يعني عنده 30-40 مباراة قتالية. فهذا الحكي عم يزيد من قدراته الذهنية والعضلية والاحتكاكية. فممكن بالمستقبل نكون جاهزين نحن لنشارك بطولات خارجية عربية أو عالمية أو آسيوية. فهذا هاي الاستراتيجية عم نتبعها نحن دائما هلا هون حاليا لنقوي حالنا داخليا وإن شاء الله ننجح بالمراحل المتقدمة والبطولات العربية والعالمية. إن شاء الله يا رب. أكيد إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق. بس في سؤال كوتش اليوم رغم كل هاي الظروف يلي حكيت أنت ممكن كتير في أشخاص رياضيين عم يعانوا من ظروف معينة شو ما كانت تكون وضع الحرب وضع الاقتصادي وضع المعيشي وضع النفسي بيؤدي هالشي لضعف بالأداء أداؤهم الرياضي. اليوم كيف أنت كمدرب لهدول الرياضيين بتنصحهم أو بشكل عملي بتشتغل معهم لحتى يتخلوا أو يبطل عندهم صعوبة بالأداء يصيروا أو يرجعوا مثل الأول نفس اللياقة نفس النشاط نفس التحفيز أو نفس الإنجاز حتى؟ لحتى نرجع مثل ما كنا أهم شيء هي موضوع الممارسة. الممارس دائما لك الممارس غلب الفارس. فنحن الممارسة هي أفضل حل لنرجع مثل ما كنا وأفضل. فنحن لأي لاعب لأي بطل يرجع يتمرن يشتغل. لو حاليا خارجيا معنا الاحتكاكات الخارجية كتير ما عادش نشتغل داخليا لبين ما تنفتح لنا الأمور وتخضى الأوضاع وتصير الأمور المادية أفضل فممكن نشارك بقوة أكبر خارجيا. فيفضل التمرين المتواصل بشكل دائم والمنتظم لكل لاعب. هذا الشيء بخلينا نحن دائما نكون جاهزين ومستعدين لأي بطولة خارجية بالمستقبل. فأنا بنصح أي لاعب لا يوقف لنوصل المرحلة وقفنا نحن لا رح نكفي دائما نحن بموضوع التمارين وباللياقة وبالتدريبات الفنية والقتالية والبدنية لنوصل لمراحل متقدمة إن شاء الله. تمام. خلينا نحكي أكثر. طبعا إنجازات كثير حققتها بمسيرتك الرياضية لكن أيه. أكثر إنجاز بالنسبة لك بهي المسيرة أو أفضل إنجاز إلي أنا هلأ أنا أكبر إنجاز إلينا أن أولادي جابوا بطولات على مستوى حلو. عرب وعندي ابني كينان جاب على مستوى عالم الحمد لله سنة 2020. العائلة كلها رياضية ما شاء الله. العائلة حتى المدام كمان كوتش بتدرب بالنادي ساعدني كثير بتمرين النادي. طبعا انجازي الكبير انه اولادي وصلوا للمراحل الحلوه المتقدمه. انا شاركت ببطولات سابقه على مستوى محلي كنت بطل جمهوريه على مستوى بطولات عرب شاركت ببطوله عرب بسنه 2004 بلبنان بالمواي تاي البطوله العربيه الاولى للمواي تاي وشاركت ببطوله العالم بايران شاركت بعض البطولات ضمن دول عربيه. بس الفرحه الكبرى لما شفت هذا الموضوع مزروع باولادي. دائما نحن بس نشوف انجازات اولادنا اكيد هذا بالنسبه لنا اكثر. هذا الفرحه هي الكبرى اني شفتهم متقدمين ومميزين الحمد لله لوين ما بيطلعوا باي بطوله انهم دائما بيحرزوا المراكز الاولى. هذا نتيجه التعب اللي تعبته انا اللي النقص اللي كان عندي انا ببعض الامور كرسته باطفالي.
فهو بالفعل حقق نتيجه كثير حلوه فيهم، وهلا مميزين على مستوى سوريا، هم مميزين ضمن الاوزان العالميه. انه هم رضيانين بهذا الاختيار ومبسوطين فيه ومبدعين فيه كمان. طبعا طبعا، لانهم في شغله كثير مهمه للطفل، للاطفال ولاي طفل ثاني، انه بص يوصل لمرحله متقدمه من المراحل القتاليه بصير عنده ثقه نفس عاليه. فبصير واثق من نفسه وين ما راح. يعني انا بفوت هنا على المدرسه كثير عنده ثقه نفس عاليه، بفوت بيقوم بالصف تبعه بيحكي بكل طلاقة، بيناقش الأنسة بكل طلاقة، برفقاته وين ما راح، لأي موقف بيتعرض عليه شخصيته موجودة. فهذا الحكي انعكس عليهم، صار هنن يعرفوا مدى التعب اللي تعبوه هنن سابقا، انه هذا التعب اللي تعبوه هلا عم يحصدوه. تماما، هلا عم يحصدوه. وين ما راح بيلاقي حاله بالفعل جدير بوقفته، بحديثه، بنشاطه، جديد، انه في عنده ثقه بالنفس نابعه منين؟ نابعه من قوته الداخليه. تماما. اياد، خليني اسالك سؤال، اكثر نصيحه او كلمه من البابا كمدرب، هو كان معك اكيد هو وعم يدربك، ما في بابا ورحمه وابني، كان معك هيك قاسي وصارم وحازم، تدرب، شو اكثر نصيحه او هيك معلومه اعطاك اياها تمشي فيها بالكيك بوكسينج؟ هي على عباره انه نلعب هاللعبة ونحقق مراكز وكولا أولى بكل البطولات. أهم شيء لازم تعمله أنت وعم تلعب شو هو؟ نتدرب منيح مشان نحقق مراكز. اليوم هي الرياضة عم تنصح فيها وأكيد كتير مهمة وهذا الإنجاز اللي عم بنشوفه، لكن كتير من الأهالي بيروحوا للخوف على أبنائهم أنه من هي الرياضات ممكن تأذيهم بأعمار مبكرة. في بعض الأهالي بيرفضوا أنه يخلوا أطفالهم يمارسوا هي الرياضات، شو بتوجه لهم كلمة؟ لا، هلا هي بالاسم اسمها رياضات قتالية، أما بالفعل هي رياضات كتير هادية، لأنه نحن ضمن سوريا وضمن الوطن العربي بنعتمد شيء اسمه الهوات، لأنه هي شقين، في هوات وفي محترفين. نحن بجوز بنشوف هلا حاليا على السوشيال ميديا أو على التلفزيون بنشوف مباريات محترفين بنلاقيها شوي فيها عنف كثير، في ضرب، في أذية. طبعا هذا الحكي ما بنشوفه نحن ضمن الوطن العربي أو ضمن سوريا حصريا. نحن هون نعتمد على نظام الهوات، نظام الهوات ما فيها الأساوي بالضرب، وبنعتمد على مثل قلت لك انا نظام كامل للواقيات. فالطفل بفوت او اللاعب او البطل بفوت محمي من راسه لرجليه، محمي، فاي لكمه او اي ضربه بيتعرض عليها ما بتحس باي اذيه، لانه في الواقيات بتخفف من موضوع الصدم، بتخفف من موضوع الضربات. فلاعبنا بيلعب بفوت على البطوله وبيطلع ما في اذيه بالموضوع، يكون في اشراف المدربين كمان. طبعا طبعا هذا الحكي مضبوط، بس نحن عندنا كمان في شغله، في ستايلات لكل فئه عمريه لها ستايل. تمام. الاعمار الصغيره في ستايل اسمه اللايت، اللي هو التاتش، الضربه الخفيفه، ممنوع يقوي اللاعب. العمر الاكبر بتزداد شوي اللكمه اكثر، بنفتح شوي الباور اكثر، بتوصل لمرحله الرجال في الضرب بقوه اكثر. بس رغم ذلك ما بنلاقي اصابات، الا نادرا جدا نلاقي اصابه الموضوع. تمام. ستايلات اللعبه هي بتحمي اللاعب، والواقيات اللي عم يلبسها كمان هي بتحمي اللاعب. فاغلب الرياضات القتاليه بيسمعوا انه قتاليه، بس هي بالفعل ما يعني ضمنيا في حمايه كامله للاعب ولا فائده باعمار صغيره. طبعا الفائده الوحيده اللي هي الثقه بالنفس، هي الذروه للفائده كلها، وتزيد من قدراته الحسيه والحركيه. يعني حتى الطفل اللي بيمارس الرياضه بيكون بالمستوى الدراسي مميز، سريع البديهه، بيلقط المعلومه بصفه اسرع من الطالب العادي. بيطلع الطفل من الخمول كمان. تماما، بيساعده لحتى يكون اكثر نشاط بحياته العمليه والدراسيه وبكل شيء. اياد، بدنا نتمنى انه انت نشوفك هيك بطل كثير كبير واهم من ابوك كمان واشطر منه وتحقق كل شيء بتحبه. كمان بدنا نتمنى لك كوتش اياد كل التوفيق بمسيرتك. الله، واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. اكيد نتمنى لكم التوفيق ودائما تحقيق الانجازات لك ولاطفالك كمان. الله يسلمك، شكرا لكم كثير. انا بنبارككم وبوجه تحيه لرئيس الاتحاد كمان الاستاذ منار بزري، هو الداعم الاول والاخير لهي الرياضه، رياضه الكيك بوكسينج مواي تاي. اهلا وسهلا.